متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. يوم جميل للجزراوية ونتيجة إيجابية كبيرة، والأحلى أتصور أن على فريق كبير مثل العين بعشرة لعيبة وبعشر لعيبة بعشر لعيبة. أعتقد الحمد لله اليوم يمكن من الأشياء الإيجابية اليوم شخصية الفريق اللي كانت يمكن اللي أثبتوها اللعيبة بعد نتيجة 1-0 ضغط فريق العين، لعيبتنا الحمد لله تماسكوا. أعتقد بين الشوطين يحسب لمدربنا التكتيك اللي تعامل فيه، غير الطريقة طبعا اللي كنا نلعب فيها، لعبنا مع 10 لعيبة كان أداهم جدا مميز، قدرنا نستغل المساحات اللي وراء فريق نادي العين. الحمد لله أعتقد اليوم لعيبتنا أثبتوا أنهم فريق إن شاء الله كبير، دائما عند المواقف قادرين على الفوز على أي فريق برغم النقص، برغم يمكن حتى ظروف المباراة اللي فاتت، لكن الحمد لله اعتقد روحهم اليوم كانت مميزه برغم يمكن وجود 11 لاعب، يمكن لخمس لعيبه في الاولمبي، خمس لعيبه في المنتخب الاول، دلقادو اليوم بالاضافه الى ياسر مطر فتره طويله، احمد جمعه، لكن الحمد لله اللعيبه كانوا عند الموقف، ونتمنى طبعا ان نواصل ان شاء الله على نفس المستوى ان شاء الله. شفتك زعلان في فتره من فترات المباراه، رحت برا وتكلم حد بس مو بقادر، ما قدرت اني اوصل لك اعرف شو المشكله، شو كان الموضوع؟ لا مش موضوع يعني، شوف انا على اساس اكون صريح معك، يعني انا اتمنى نادي يعني بحجم نادي العين نادي كبير والزعيم والشمس لا تحجب غربها، ما يمكن اي شخص ان يشكك في نادي العين نادي البطولات الاول، لكن اتمنى ان الاخوان في نادي العين اتمنى يعني هذا انا طبعا يمكن اتمنى ما يزعلون علي، ولكن ما يسمحون لشخص ان يسيء الى سمعة نادي العين اللي هو الشخص اللي كان ماسك المايك ويوجه طبعا كلام العمده، ما اعرف اسمه انا والله، انا ما اعرف، انا اعرف احمد راشد العمده معروف، انا اعرف احمد عبد الله هاللي اعرفه في العين، اما مثل هالشخص شو قال انا ما سمعت يعني ما يشرفني اني اعرف يعني بعض الاشخاص، الشخص كان يسيء جدا لنادي الجزيره، الشخص هذا اساء اعتقد في يوم من الايام الى حارس مرمى في نادي اخر، اساء الى مدرب عالمي كبير عندنا، اساء اليوم من نادي الجزيره، اتمنى اذا شو قال يعني علشان بعد الامور تكون واضحه. لا لا انا اشوف يعني غلط في حق نادي، قلل من قيمه نادي الجزيره. نعم قلل من نادي الجزيره، قلل من جمهور نادي الجزيره، الاغاني اللي كان يغنيها كانت جدا سلبيه، كان ممكن انه يعمل توتر بين الجماهير ومطالعين، كان ممكن ان اللعيبه حاليا من في الملعب يسمعونه، وجه كلام حتى للتحكيم، يعني انا استغرب ايضا من لجنه المحترفين انهم يسمحون الشخص ان يتكلم في المدرب كانه يعني صوته مسموع اكثر منه ونحن في الدكه، كيف يسمحون لهالشخص باستخدام مايك ويتكلم بهالطريقه؟ في النهايه انا اعتقد لجنه المحترفين يجب ان يكون لهم دور اكبر من الموضوع، واتمنى ايضا من اخوان نادي العين انهم ما يسمحون لشخص مثل هذا انه يشوه سمعه نادي العين او يصير نادي العين، لان انا شخصيا يمكن تربطني علاقه كبيره بمسؤولين كبار في نادي العين، لكن ما ارضى عن نادي العين ان شخص مثل هذا يمثل النادي الكبير. وصل المسج، شكرا لك يا عاد.